يا مساء الورد. مباراة من العيار الثقيل، مباراة قمة في الدوري السعودي ما بين العميد والعلمي، اتحاد جدة في مواجهة النصر السعودي. الاتحاد اللي طالع من فوز كبير على أبها ب6 أهداف مقابل هدف واحد، والنصر المنتشي بصعوده لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا بعد الفوز على تراكتور الإيراني بهدف للا شيء. مباراة من العيار الثقيل. المباراة هيكون في مواجهة ما بين المهاجم الجديد للاتحاد يوسف نياكاتي ومهاجم النصر حمد الله. يا ترى المواجهة هتسفر عن ايه بكرة، ومين اللي هيفوز باللقاء؟ وطبعا الفريقين مليئين بالنجوم، في كل فريق لعيبة تقدر ترجح كفة فريق على الفريق التاني. عندنا في الاتحاد فهد المولد، عبد الاله المالكي احسن خط وسط في السعوديه حاليا، كورنادو، رومارينو، ويا ترى هنشوف يوسف نياكاتي بكره ولا لا. في الناحيه الثانيه في النصر عندنا عبد الله الخيبري، علي حسن في نص الملعب، في سلطان الغنام، في حمد الله، واللي هيقدر بكره يعني يتقدم في الاول هو ممكن تكون كفه اللقاء في صالحه. هنشوف يا ترى بكره ايه اللي هيحصل، ومين اللي هيقدر يسيطر على المباراة من اولها. المهم نشوف مباراة ممتعة من الفريقين، واللي هيكسب نقول له مبروك، واللي هيخسر هنقول له هارد لك. يا ترى توقعاتكم ايه لمباراة بكرة؟ انا شايف المباراة يعني راحة لاتجاه اتحاد جدة، ممكن انصار النصر يزعلوا مني، لكن انا برجح ان اتحاد جدة ممكن يفوز بالمباراة. المباراة زي ما انا بقول دايما، كل المباريات 50-50. المباريات او الكرة الحديثة ما عادتش بتعترف لا بتاريخ ولا بامكانيات، مجهود جوه الملعب، توفيق، يكون نسبة من التوفيق معاك هتكسب المباراة. نشوف بكرة ايه اللي هيحصل. اكتب لي رأيك وتوقعك لنتيجة اللقاء والتشكيل في الكومنتات تحت. لو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة، فعل زر الجرس ودوس اللايك.